سياق القصه، بفرمطها وبطلعها وبكتب انا عندي كان مين في القصه. بعد كده وانا بقرا بعمل ايه؟ بكتب ملاحظات. بعمل ايه؟ ملاحظات. ملاحظات ايه هي؟ ان مثلا الاسد كان عنده حاله من الملل، الذئب جاء لي بفكره ماكره، بعد كده الثعلب تكلم على الاسد على الذئب تمام وضحك على الاسد مثلا. وصف له الثعلب الدواء عباره عن اوسه والذئب، فاكل الذئب فاكل الاسد الذئب والاوسه وتخلص الثعلب من الذئب. دي ملاحظات المهمه في القصه. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بروح مجمع كل الملاحظات دي مع بعض وبكتبها جنب بعضها وبعمل بيها نص كامل. فانا بالطريقه دي رجعت القصه لاحداثها المهمه ولخصتها. بس لازم اراعي حاجه مهمه جدا جدا يا ولاد، هي حاجه اسمها علامات الترقيم والتشكيل. يعني انا دلوقتي عندي مثلا قال الثعلب او قال الاسد. كلمه قال الاسد ان انا ببدا حوار بشخصيه الاسد او الثعلب، لازم احط نقطتين فوق بعض وبعدين بفتح صف قصير وبكتب الحوار اللي قاله الاسد او الثعلب وبعدين اروح عامل نقطه. ماشي، اخد بالي في كتابه الملاحظات دي العلامات دي، بحيث ان انا لما اجمع النص كله مع بعض الاقي ايه مكتوب لغويا صح، بالتشكيل كمان صح، بعلامات الترقيم بتاعتي يا حبيبه ايه صح تمام. ولازم يا اولاد بعد ما الخص ارجع للقصه الاساسيه بتاعتي وامسك التلخيص بتاعي احطه جنب القصه الاساسيه واقارن اشوف الاحداث اللي انا كتبتها في التلخيص دي هي نفس احداث القصه الرئيسيه ولا في اختلاف. ولازم اهم حاجه ان انا اتاكد من الاخطاء اللغويه، ما الاقيش عندي غلط في الكتاب، ما اكتبش كلمات خطا تمام كده يا ولاد. ماشي، في عندي بقى بعد ما قلنا عناصر التلخيص المهمه اللي انا لازم اعملها، في مبادئ معينه لازم امشي عليها. ايه هي المبادئ دي؟ اول مبدأ عندي الشمول. الشمول يعني لازم وانا بقرا الكلمه ابقى فاهم كل احداث القصه. زي ما انا قلت نقرا بتمعن، بنقرا بهدوء علشان ابقى فاهم كل الاحداث واعرف الخصها صح. بعد كده عندي الانجاز، يعني الشخص اللي بيلخص لازم زي ما قلت لكم القصه دي نلخصها تلتها بالظبط، يعني ابقى منجزه في الحوار، ما اجيش وانا بلخص الاقي نفسي بطول في القصه زياده، ما تبقاش القصه خمس صفح اجي الخصها احط الكلام من عندي الاقيها بقت ايه؟ ستة سبعة او فضلت خمس صفحة زي ما هي، يبقى انا كده لخصت غلط. لازم تبقى مثلا صفحتين، تبقى تلت القصة. اخر مبدا عندي هو التماسك، يعني زي ما احداث القصة هنا متتابعة لازم التلخيص برضه بيبقى نفس النظام. فعلشان كده انا قلت لكم اخر نقطة بمسك التلخيص بتاعي بحطه جنب القصة وبقارن ما بين الاحداث دي والاحداث دي والتسلسل بتاعها، ده اهم حاجة وما يكونش فيه ايه؟ اخطأ تمام. بعد كده يا اولاد برضو في مبادئ تانية لازم اراعيها، ان انا الاحداث اللي في القصة او المعلومات ما ينفعش اغير فيها، ما ينفعش ايه اغير فيها وتبقى غلط. يعني مثلا ايه، انا دلوقتي القصة هنا بتحكي لي عن ثعلب نقار، ينفع ابدل القصة الاحداث بتاعتها مثلا او الفكرة بتاعتها فكرة الذئب؟ لا، لازم ابقى ماشيه بنفس التسلسل. التلخيص يا ولاد اساسه التسلسل الصحيح علشان يطلع مظبوط زيه زي القصه، بالعكس يديني المفيد بتاع القصه، واي كلام زياده ابقى خلاص انجزته ولخصته وحطيته على جنب. كمان عدم تكرار الافكار. عدم تكرار الافكار يا ولاد هو عباره عن ايه؟ ان انا دلوقتي عرفت ان الذئب قال فكره ما كان لمين؟ للاسد. خلاص ما اقعدش بقى اطول واقول مثلا ذهب الذئب وقال للاسد ان يجب ان تتخلص من الثعلب، يجب ان تقتله، يجب ان تذبحه، يا لا، كل ما بطول في الكلام بنفس المعنى ده تكرار الافكار وده ملوش لازمه وهيطول معايا التلخيص وهيخليه مش مفيد ومش في التسلسل الصحيح بتاعي. بعد كده تلخيص النص اهو الى ثلث صفحه، وده الكلام اللي انا بقول عليه يا ولاد الحاجات الأساسية تمام.
الأسس الفنية لاستيعاب فهم الأفكار. هي